من 10,000 إسلامي ومعارض بمسيرة طفح الكيل بعد صلاة الجمعة بوسط عمان. إرهاب دولة ما بدنا نشوف، إرهاب دولة ما بدنا نشوف، إرهاب دولة ما بدنا نشوف. جاءت المسيرة ردا على الاعتداءات التي وقعت بالمفرق شمالا، حيث تم حرق مقرهم وما فيه، ناهيك عن الاشتباكات باعتصام لهم أمام رئاسة الوزراء حاول الإسلاميون فيه اقتحام مبنى الرئاسة. يجب على الحكومة أن تكون قادرة على وقف هذا العبث ووقف هذه البتر في أمن الأردنيين والإساءة إلى وجه الأردن الحضاري. نستشعر حقيقة أن هناك محاولات من الحكومة ومن النظام لإيقاف هذا الحراك، ولكن هذه المسيرة تأتي لتؤكد إصرارنا على استمرار هذا الحراك حتى تحقيق مطالبه الإصلاحية. وطالب الإسلاميون بدستور إسلامي للبلاد، وكادت الأمور أن تخرج عن السيطرة عندما غيرت المسيرة اتجاهها نحو ساحة النخيل مقيمين مهرجانا واعتصاما خطابيا طالبوا فيه بحل البرلمان المعين والمزور على حد تعبيرهم. الإصلاح الشكلي الذي هو ديكور فهو مرفوض، وجميع المحاولات البلطجة هنا وهناك لأن تقف هذا الشعب على المطالب الإصلاح فهي مدانة وستبوء بالفشل. ونحن نقول أن الإصلاح قد تأخر كثيرا، وما تم من بعض التعديلات الدستورية هذه لا ترقى إلى الحد الأدنى من طموح الشعب الأردني ومريد الشعب الأردني. الشعب الأردني يريد إصلاح حقيقي يكون فعلا الشعب هو مصدر السلطات. وندد المشاركون الإسلاميين بالبلطجة وحماية الأمن لمن اعتدى عليهم، مطالبين مدير الأمن العام بكشف حقيقة وهوية المعتدين. أغلقت المعارضة الإسلامية والحراك الشبابي أبواب عام 2011 بمسيرة طفح الكيل مطالبين فيها بدستور أردني إسلامي، بينما تسارعت وتيرة الإصلاح بعد تغيير 3 حكومات أردنية هذا العام. مع أبو دلو، تلفزيون الجديد، عمان. الانسحاب من العراق والاحتفال في لبنان، تتابعون بعد الإعلان.